السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، ازي حضرتك؟ الحمد لله. التأكد بس من صحة حديث وطلب بعد إذنك. تفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الحديث ده حضرتك صحيح ولا موقوف؟ لا صحيح. أصل أنا دخلت على علل أبو حاتم الرازي لقيت إن هو موقوف على أبو هريرة. لا، إلا أنا أعرف إنه صحيح. موجود صحيح. صحيح. صحيح مسلم أيضا. مظبوط مظبوط تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، إزيك شيخنا؟ طيب الحمد لله. أنا كنت لسه مكلم حضرتك دلوقتي عن حديث إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. دخلت حضرتك على علل أبو حاتم الرازي. أيوة. لقيت فيه مكتوب كده: قال أبي إنما هو عن أبي هريرة موقوف، حدثنا به أبو نعيم عن جعفر موقوف. ده كده حضرتك كده يبقى موقوف ولا صحيح؟ هو في هذه الحالة لابد أن نرى على من يدور الإسناد. فمثلا روي الحديث عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة، واحد رواه عن سمي موقوفا واحد رواه عن سمي مرفوعا، فلابد أن ننظر في هذه الحال إلى حجم الرواة الذين رواه موقوفا وقوة الرواة الذين رواه مرفوعا. فالإمام مسلم يرى أنه مرفوع وأورد المرفوع في صحيحه، هذا علمي في هذا. لكن إذا أردت الإتقان التام فحينئذ ستجمع طرق الحديث وتنظر على من يدور الإسناد، وبعد أن تنظر على من يدور الإسناد تنظر هل أكثرين على الرفع أم الوقف. بعدها الحديث عموما له شواهد من ناحية المعنى، لو شواهد من ناحية المعنى. مظبوط. طب ممكن حضرتك لو تعطيني بس شاهد أو شاهدين بالمعنى، يعني لو حديث ثاني أو آية حتى. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ما أخذ منكم. مظبوط. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل العربين على عجمين إلا بالتقوى. بلال أسود ودرجته مرتفعة، أبو لهب أبيض ودرجاتهم منحطة. يعني بارك الله لك.